هذه الحياة ورعاية. والله لن ينفعك أحد، أمك وأبوك يبكون على يوم أو ثلاثة إذا مت. والله شاف الشباب أخويا وصلوا عليه الظهر قبل كم سنة، فيوم الجعل أخذوا العزبة وطلعوا للباب. اشكر، فكر ما الذي ينفعك إذا وضعت في هذه الحفرة المظلمة؟ ما اللي ينفعك؟ فكر، قدم أعمال صالحة تنفعك، جالس أهل الخير، احرص على مجالس الخير، أكثر من النوافل، بر بالوالدين، أحسن إلى الناس. والله يا إخواني يعني ترى الحياة لها طعم ومتعة، ولا تكون إلا بطاعة الله عز وجل. الاستقامة ليس بتعقيد، اكشت وسافر وتمشي وصيد، كش يسوي؟ بس فيه أمور محرمة اتركها لله عز وجل. ما في أحد يقول أنا والله ما أعرف وش الحرام وش الحلال، كلنا ندري هذا حرام ولا حلال، ما أحد يجهل هذا الشيء. فأقول يا شباب، أذكر لهم قصة أحد الشباب، أنا يعني هذه فيها عظة وعبرة. زميلي من الزملاء يدرس في إحدى الثانويات، يقول قابلنا أحد الشباب قال يا شيخ حصل لي موقف قبل 8 سنوات كلما ذكرته بكيت. يقول كنت في ذلك الوقت يعني ضيع الصلاة مضيعة، كنت أنا وزميلي خلفهم على الباب ودوران، يقول علي وتفحيط، يقول حتى انه بس لقى لي اتصل علي على طول اترك اي امر امي وابوي خلاص. حتى واحد من الشباب يقول لي، يقول والله العظيم ان الوقت هذا المغرب الخلفهم، يقول والله، يقول كمل جاي المغرب، يقول حتى لو تقول لي لو قال لي ان امك الان مريضه ودها الاسعاف ما رحت، حتى يقول اني معطيها الصراف لها الان عمره شهر. يعني ايه هذا الحد يا اخوان؟ والاخر يذكر لي يا شباب في احد الاستراحات، كان يعمل في احد مستشفيات الاسعاف، يقول في احدى المرات جو شباب على جيبهم ثلاثه معهم شاب بالوسط معضين ونزلوه كانوا مغمى عليه في حاله استرياء ونزلوه. نسأل الله السلامة والعافية. يقول هذا سألت، قلت وش بهذا اللي معكم؟ وش فيه؟ قال انه كان يحب له واحد، هل اللي يحب ذا شافه يكلم واحدة ثانية عجز يتحمل وجوز الحالة دي. يعني يغيرها الغيرة أشد من غيرته على أخته. إلى هذا الحال. يعني حتى أحد الشباب يتكلم يعني قصص عجيبة، حتى انه يعني جاء قالوا له فلان خلفوا، قالوا تجي على بيت اهله، قالوا انه نين، قالوا واحد ثاني شاف قال ترى فلان راح مع فلان عجل صدق، ويجي ثاني قالوا انه نين، والله يا اخوان انه جاي ودخل البيت بتاكد انه بغرفه نين ولا لا. يا الحد يعني عجيب التعلق ذا. فيا شباب الانسان يفكر، لكن هذا له علاج مهما كان له علاج. والآخر يقف عند السيارة، سيارة عشيقه، ويقبل إيد الباب لأن فلان ينزل الله يفتح الباب، والله إنه قال لخوي أوقف وينزل ويقبل إيد الباب ويقف. إلى هذا الحاجة يعني أمور إخواني يندالها الجميع. إلى وين وصلنا؟ سمع يفكر في حاله. أقول يا إخواني، يقول كنت أنا أدور أنا والولد اللي معي دوران، يقول ما إن شاء الله كنت ضربت السيارة الشاهد، يقول جو الناس يسعفونها على الدائرة، يقول أنا أصبت بكسور لكن الضربة قوية على خلفهم، يقول أنا مشيت أروح بس أنام ولا يجي شيء، يقول جو الناس يسعفونه وإذا هو
في سكرات الموت. يقول هو جعل يتمتم بكلمات، هم يذكرونه بالشهادة وهو يتمتم بكلمات. يقول أنا عارف وش يقول لكن هم الناس من يتمون. وش يقول؟ يقول كان يردد كلمات الأغاني التي نسمعها قبل قليل الكسرات، يرددها فمات عليها. في الحديث الصحيح كل يبعث على ما مات عليه. شف يا أيها الشاب اللي عشت عليه بالدنيا غالباً تموت عليها. وش عشت عليه؟ عشت على الصلاة، قراءة القرآن والذكر والخير والعبادة وجلس الخير، بإذن الله تموت على خاتمة حسنة. عشت على أمور سيئة، منكرات، ترك الصلوات، أمور سيئة غالباً تموت عليها إلا إن شاء الله.